اسالك كابتن محمود، هل ده برضه يتعلق بسلوك اللاعبين اللي اتغير؟ يعني انت بص كلاعبين وقتها تعاملاتكم مع بعض والاحترام، يعني دايما ما بحبش الوم على الجمهور الاول، الوم على اللاعبين نفسهم. ما هو اللعيبه احيانا بتثير التعصب، بلاش اللعيبه، الاجهزه الفنيه، المسؤولين الاداريين في الانديه هم اللي بيخلوا الجماهير تخش في هذه المرحله. تتفق ام تختلف؟ لا انا اتفق معاك، لان انا عايز اقول لك ان من ساعه ما قالوا احتراف والدنيا زي ما انت بتقول بتحصل فيها كده، ان النهارده اللعيب بقى ولاء وانتماء واحترامي، يعني انا اسف ان انا هقول الكلام ده، الولاء وانتماء النهارده للجنيه مش للنادي، مش للفانيلا. يعني يقول لك اصل يا عم بقت موضه قديمه بقى حته الولاء والانتماء. عيب يا عم، ما تقوليش بقى ولاء، ما تقوليش الكلمه دي، عيب. يقول لك عيب كمان. لا لا لا، عيب ايه؟ دي انت لو ما كنتش انت راجل بتحافظ على ولائك وانتمائك للنادي اللي رباك واللي تربيت فيه اكتر ما قعدت في بيتك. لا ده انا بقى راجل انا قليل الاصل، معلش. انما حته الولاء ده لازم يبقى متواجد. حته بقى ان انت كراجل محترف وقاعد بتتنقل من نادي لنادي لنادي لنادي، بس ده برضه ما يمنعش ان انت عندك انت ولاء وانتماء على الاقل يا اخي اللي انت النادي اللي تربيت فيه. صحيح. بيتك اللي انت تربيت فيه. صحيح. فهو من ساعه ما دخل الاحتراف او الاختراف زي ما بنقوله حصل القصره دي. صحيح. عند اللاعبين. بقت يعني معلش، يعني بقت انا شايف ان بيبقى في ساعات بعض اللاعبين عندها اللامبالاه. كسب خسر مش فارقه معاه، واهم حاجه يعني حاجته ونفسه. ويعني ونتمنى لهم ان هم يعني يبقوا كويسين، وكل واحد يحاول بقدر الامكان ان يرفع من سعره. ايوه. عن طريق ادائه، وعن طريق ادائه في الملعب سواء للانديه او للمنتخب. فكل دوت اللي هو اخلص وخد ملايين زي ما انت عايز، بس اخلص في الملعب. ودي ودي يعني مش بتاخد ملايين بس وما بتديش في الملعب. فالنهارده لعيب الكوره يعني في اختلاف عنده في حته سواء المستوى، ثبات المستوى او الثبات الانفعالي او الدوافع عنده بتتغير من وقت للتاني نتيجه برضو بعض الحاجات التانية اللي احنا بنشوفها سواء السوشيال ميديا سواء او في النظام اللي هو عايش فيه هو داخل النادي. واحد مثلا بيلعب وقلقان ان فلوسه مثلا ما خدش الدفعه بتاعته. صحيح. في صراع عنده. يعني في ناس بتبقى ليها فلوس بس النادي عارفين ان النادي في ازمه فبيصبروا. يعني زي انا النهارده جه والدي ابويا في البيت قال لي انا مش هديك مصروف الشهر ده، هتخانق معاه؟ لا. هروح ارفع عليه قضيه؟ لا طبعا. لا طبعا. لا طبعا. لا. فاصبر. صح. في اللي بيصبر وفي اللي ما بيصبرش.